مرة أحبابنا في مجلس القرآن سوف يتغير الدور بدون ارتكاب أي محظور، لأن حب أهل القرآن لبعضهم يصنع في قلوبنا السرور. نعود إلى ساحة القرآن لنستمع لشيخنا محمد وجيه ديوان، أيضا من أبناء الدقالية. بسلمون القماش مركز المنصورة، حسن الصوت وحسن الصورة، يتلو علينا من آيات القرآن فيما يتخير له من سورة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بالعرش عما يصفون.
فذرهم يخوضوا ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات Oh,
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا وقل سلام.
برغم أن الكافرين والمعاندين لا يعترفون بنبوءة رسول الله، إلا أنك لو سألت أحدا منهم من الذي خلقك ليقولن الله. وبرغم ذلك فرسول الله رسول الرحمة، دائما يستغفر الله لهم ويقول وينادي ربه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ورسول الله ينادي دائما يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لما تيسر من السورة الرابعة من السبع الحواميم القرآنية وهي خواتيم سورة الزخرف، تلا علينا قارئنا الشيخ محمد وجيه ديوان المقيم بسلمون القماش مركز المنصورة. نشكر إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة. والآن وقد شرفنا عدد من القراء، سيدنا الشيخ محمد حسن المادي، الشيخ محرم العطار، الشيخ أحمد السيد إسماعيل، والشيخ عمرو موافي، إلا أننا الآن